من 3 سنين جبت لك الحسابات دي وقلت لك اعرف لي ايه مشكلتها ومين اللي بيسرق. انا ما قلتلكش ساعتها ان دي حسابات المكتب بتاعتنا. يعني انا اللي وصلتك لشريف زيدان؟ ده كمان انا المغفل اللي كان شريف زيدان عايز يوديه في داهيه. انت كنت شريك في انقاذ المكتب يا ادري. اه، وانت جاي تقولي بقى الكلام ده بعد 3 سنين؟ ليه صحيح؟ هو عشان رجعنا اصحاب؟ بما ان احنا بقينا اصحاب ما ينفعش اخبي عليك حاجه زي دي. شريف كان عايز يلبسك التهمه دي وكان ممكن تتسجن بسببها، ودلوقتي راجع عشان يستغلك تاني. وايه بقى الفرق ما بينكم؟ هو استغلني زمان بس انت دلوقتي عايز تستغلني. تفكر ان عبيط يا زين؟ ما ينفعش تثق في شريف زيدان يا ادري. امال اثق فيك انت ولا ايه؟ اكيد، ولازم تعمل حساب لفريده برضه. انت بتعمل كل ده يا زين عشان صوتي هيفرق معاكم. لو اديت صوتي لشريف تفتكر ساعتها بقى محتاج اعمل حساب لفريده؟ الايس كريم. البلكونه حلوه قوي. اصلا اهم حاجه عندي في الشقه البلكونه بصراحه. انا كمان. ما هو واضح، ما دي اكتر حاجه انت صورتيها. ايه رايك في ايه؟ الشقه حلوه قوي. ماشي خلاص، هكلم لك صاحب الشقه بقى عشان تشوفها وتمضوا العقد. تمام ماشي، اكون انا بقى خلصت شغل على القضيه اللي في ايدي دي، وبكره اعملها مفاجاه لسته. ممكن اقول لها ان انا عازمها العشاء بره مثلا، وبعدين اخدها اوريها الشقه الجديده. انت جميل قوي يا ادم. ربنا يسترك. والله مش عارف اقول لك ايه. الله يخليكي. ماشي، انا هسيبك بقى تشتغل عشان تبقى فاضي بكره. هكلم صاحب الشقه و يعني هظبط الميعاد واقول لك. ماشي؟ اوكي. ليلى. متشكر. عد الجمال يا برنس.